عطلة على التلج كانت بانتظار الطلاب مع تويوتا إيجيب. ويك أند غير شكل، ويك أند أبيض بمنطقة الأرز ببشري بشمال لبنان مع العاصفة التلجية اللي حملت اسم فلاديمير. انطلق الموكب باتجاه الأرز، نحن وصلنا على نص الطريق والعاصفة فلاديمير وصلت بكل قوة، لكن ما كنا نتراجع، والإصرار إن نقضي ويك أند حلو كان أقوى من العاصفة والبرد. ساعات من المواجهة مع العاصفة وصلنا على الأوتيل. هنيك كان الجو دافي والاستقبال أدفى. وأطيب غدا كان بانتظارنا. على الرغم من ان المشوار كان صعب والبرد والكلام ده، بس المناظر اللي كنا شايفينها واحنا بنشيل على جنب. انا اول مره اشوف حياتي انا بالنسبه لي اول مره اشوفها. انا اول مره اشوف الثلج ده. يلا خلينا يا شباب. وهيك طقس، شو في احلى من الجمعه حول الشمينيه والبطاطا المشويه؟ لك مثل ستار اكاديمي 11 بالعالم ما عنا، وعلى شكله ما خلق ربي وشام. أنا أمي الأرز وموطني لبنان، وشامع بدمي دين عيسى والنبي. الأرز لبنان، أرز لبنان واجبنا نعملو تخير يعلقوها برقان. ليلو رعدو بردو ريح كلي برا مجنوني، ترج مكوم ما بيزيح شرطي عندي مسجوني، وخليك بهالليل مليح نامي مرة بعيوني. بالخارج الدنيا عم ترقص بالثلج الأبيض اللي غطى المكان، وبالداخل كان الرقص والأجواء الحلوة هي اللي محلية الجلسة. الكل داخل غرفهم ليرتاحوا، بعكس نسيم وعباس اللي قرروا يتابعوا مسلسل المقالب حتى بالأرز. لكن اللي كان بانتظارهم ما كان بالحسبان. وعيوا الطلاب والثلج مغطى الدنيا، وأطيب ترويقة كانت بانتظاره. كثير في ثلج برا، كثير الثلج عالي. ضلك بالأوتيل. المهم إن هنا الجو دفى قوي. حلوة كمان. حلوة شكلتها وشكلتي تحت السفر. خلصت الترويقة، صار وقت اللعب. ما كان الطالب فيهم يغادر قبل ما يتركوا ذكرى إلهم بهالمكان، فما كان أمامهم إلا يعملوا رجل الثلج، أو خلينا نقول ما يشبه رجل الثلج على طريقة الطلاب. الطلاب غادروا الأرز لكنهم تركوا قلبهم فوق مع كتير من الذكريات الحلوة واللحظات اللي ما رح ينسوها.